في إطار الجهود التي يقوم بها الجهاز الوطني للضرائب الخليجية للتطبيق السليم لآلية القيمة المضافة وفقا للقرارات المرتبطة بتنفيذها، يقوم الجهاز حاليا باستكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتدشين نظام رد نسبة من المبالغ التي تم تحصيلها كضريبة قيمة مضافة إلى السائحين والزوار لدى مغادرتهم المملكة. أكد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية بأن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن نظام رد المبالغ المتحصلة للسائحين والزوار سيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وباستخدام تقنية رقمية متكاملة فائقة القدرة للتأكد من استلام كافة السائحين للمبالغ. أوضح أنه طبقا للنظام سيتم ربط المؤسسات التجارية المسجلة في الضريبة بمنافذ المغادرة في مطار البحرين الدولي، وستتوافر للسائح والزائر لدى مغادرة المملكة إمكانية استرداد نسبة من المبالغ التي تم دفعها ضمن ضريبة القيمة المضافة على المشتريات التي تمت خلال الزيارة. الجدير بالذكر أن آلية رد نسبة من المبالغ المدفوعة في إطار ضريبة القيمة المضافة تمثل إحدى المبادئ التجارية المتعارف عليها في معظم الدول التي تسري فيها هذه الضريبة، وذلك بالنظر إلى كون هذا المبدأ أحد عوامل الجذب الأساسية للسائحين لزيادة حجم مشترياتهم خلال تواجدهم في دولة معينة، بما لذلك من إنعكاسات إيجابية على حركة التجارة والأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني بوجه عام.